احمد الشرفي المنسق الوطني للمنظمه الوطنيه للحقوق والحريات. جميل جدا. اوكي وصل. احمد الشرفي المنسق الوطني للمنظمه الوطنيه للحقوق والحريات، اليوم كنتواجدوا امام باب المحكمه السنه في مدينه الدار البيضاء. الملف اللي كيروج ديال احد او اكبر بارون ديال ترويج المخدرات وترويج السموم على مستوى مدينه الدار البيضاء او جهه الدار البيضاء سطات. هذا البارون هذا ملي كنشدوه صادر في حقه العشرات ديال المذكرات البحث الوطنيه، سنوات هما يقلبوا عليه، سنوات هو يعمل على افساد الناشئه التنفيذي ديال المنظمه الوطنيه للحقوق والحريات. قلنا على ان هذا الحكم اللي تعطى هذا الملقب بعائله التركه حكم ما قنعناش حنا وما برش لنا قلبنا نظرا للجرائم الكبرى التي اقترفت على يدين هاد البارون. الملف من جهه هنا للمحكمه ديال السناف كمل البقيه. الملف توضر يا سيدي بعد الهيئات الحقوقيه فعاليه المجتمع المدني وسائل الاعلام تجبد الملف من الرفوف ومن الدهاليز. دابا الاطوار اطوار المحاكمه تروج، اطوار المحاكمه تروج حاليا. اوكي اطوار المحاكمه تروج حاليا. نحن نطالب لهذا البارون باقصى العقوبات لان راه الوضع راه كارثي. راه داكشي اللي توصلنا ليه حنا الاساتذه الكرام راه لا تتضمنه المحاضر ديال الضابطه القضائيه. راه البحث الميداني اللي مشينا قمنا به كمنظمه حقوقيه راه ما كاينش في المحاضر ديال الضابطه القضائيه. راه البحث الميداني والحقائق الصادمه اللي وصلنا لها راه ما كايناش في المحاضر اللي كاينه فوق طاوله الساده القضاه. راه مشينا حنا وصلنا كمكتب تنفيذي حتى المستشفى الرازي اللي كاين في سيدي حجاج واضح الصار، ودرنا جوله بمجموعه ديال المستشفيات وقفنا على حجم يعني الكارثه الناشئه، الاطفال الناشئه الدراري ما دون السن القانوني بهذه المستشفيات كلهم ضحايا ديال هذا البارون ديال المخدرات واتباعه واعوانه. كيعطوهم المعجون والمعجون مغشوش، المعجون فيه مجموعه ديال المواد مصنعه كياكلوا الدري مسكين كيولي يدخل خروج في الهضره كياكل عاد عاوتاني ديك البوفه كتصنع في مختبر كلها مواد مسرطنه وكلها مواد مصنعه برودوي شيميك. السلام عليكم الاخوان، تحيه كبيره لكم، تحيه للمنابر الحاضره اليوم لمتابعه اطوار هذه المحاكمه ديال ولد التريكه. ولد التريكه اللي هو واحد من اكبر تجار المخدرات او بارونات المخدرات بهذه المنطقه بمدينه الدار البيضاء. كنتمناو من القضاء المغربي او محكمه السناف انها تكون صارمه في التعامل مع هاد المجرمين وتجار المخدرات. كنتمناو انه يتم التعامل معهم، ما يتعاملوش معهم بالرحمه نهائيا لانهم ما رحموش وليداتنا، ما رحموش خوتنا، ما رحموش واحد العدد من النساء مساكن اللي كيبيعوا اللحم ديالهم مقابل انهم ياخذوا هذا المخدر ديال البوفا. هذا الشيء علاش لا يجب التعامل مع هاد البارونات ديال المخدرات برحمه نهائيا. بلا ما نساو ان تجار المخدرات بحال داك اللي كيعطي موس كيقول لي سير قتل مقابل انك تجيب الفلوس وتشري من عندي هذا المخدر او هذا النوع ديال المخدرات. صراحه ما نقدروش ندرجوا هذا المخدر ديال البوفه في المخدرات لانني كنعتبره سم، سم قاتل، لانه المخدر الوحيد في العالم اللي من اول استعمال انت اصبحت مدمنا عليه وممكن دير اي حاجه مقابل انك يعني ترجع تشري من عند هذا البارون ديال المخدرات. نتمناو كيف ما قلنا ان القضاء كمنظمه حقوقيه يتعامل بصرامه مع تاجر المخدرات ليكون عبره لكل واحد سولت للنفس ديالو انه يتلاعب بارواح المواطنين. قولوا ها هو التد هذا ديال البوفا تد، ولكن البوفا واخا تضرب واخا تبدو. هادشي علاش قلنا خاصنا نحاربوها من شوف المحاربه ديال اي مخدر راه خاص كلشي يشارك فيها. راه الامن راه ما يمكنش انا مثلا في درب هادشي راه شفناه بعينينا، حنا راه ولاد احياء شعبيه، يعني كيجيو البوليس كيجريو مرتاجر مخدرات كيدخل لشي زنقه كيسولوا الناس تما كيقول لهم لا راه داز من ليه، ما كيقولش لهم لا ها هو فين كاين ولا ها هو. حنا باقي عندنا واحد الغريزه ديال ان داك تاجر مخدرات راه الا قلتي فينا هو راك بياع ولا عطاي ولا راه بالعكس هذاك راه غادي يقتل لك ولادك. اليوم كيقتل ولاد الجيران غدا غادي يقتل لك ولادك انت، هذاك راه بائع للسموم. ملي كنهضروا على البوفا انا كنركز على البوفا، بائع البوفا راه كيبيع السم لوليداتنا، ما خاصناش نتستروا على هاد الناس. زائد ان الامن يدير مزيد من المجهودات، زائد الدرك الملكي يبذل مجهودات اكبر واكثر، لان كيف ما قلنا الاغلبيه ديال تجار المخدرات
يعني كيتخباو وكيتاجروا في خارج المدار الحضاري، خاصة المناطق المجاورة لمدينة الدار البيضاء. وما نساش الإشادة بواحد لجودان اللي كان في بالوما وداو دابا ربما البوسكوره، كان دار واحد المجهود كبير في النواحي ديال بالوما ومشى البوسكوره، دابا داير مجهودات كبيره باقي غير صغير، ربما اعتقد كانوا الصحافه نشروا سميتو عقلا يونس. المهم كانت تبدلات مجهودات من هذاك السيد، بغينا باقي الدركيين او التابعين للجهاز الدرك انهم يبدلوا مثل هذيك المجهودات لمحاربه هذا السم القاتل. وشكرا. اولا كنشكركم على الاستضافه ديالكم باش نتكلموا على هذا الموضوع الخطير المتعلق ببارون المخدرات اللي هو سعد التريكه. هذا البارون هذا اللي يعني غزا منطقه درب السلطان، والحمد لله تم القاء القبض عليه من طرف الاجهزه الامنيه، وتم الضبط ديالو بواحد الكميه، وكذلك الزوجه ديالو اللي تاهي حكمت بسنتين هو 3 سنين ونص، واللي معاه جوج ديال الاشخاص اخرين سنه ونصف. هذا الشخص هذا اللي هو دمر حياه الشباب وتكرفس على يعني مستقبل ديال هاد الوليدات هادو. فالحمد لله كان تحكم في المرحله الابتدائيه، والان راه الملف ديالو تحال على محكمه الاستئناف، واليوم الجلسه الثالثه ان شاء الله، وتنتظروا بفارغ الصبر ولنا الثقه الكامله في العداله انه غادي يصدر حقه واحد الحكم اللي غيتلف الصدور ديالنا وصدور الاهالي والضحايا، لان هذا الشخص هذا يعني ما يمكنش نسكتوا عليه كهيئات حقوقيه او كاعلاميين او كمغاربه. الحمد لله هذا الشخص هذا والامثال ديالو، ملي تنتكلموا على هذا الشخص فهناك اشخاص. وتحيه كبيره لرجال الدرك الملكي والامن الوطني ولكل من يعمل جاهدا لايقاف هاد القتله المتسلسلين، لان ما غاديش نقولوا تاجر مخدرات، هذا يروج السموم. وهاد البوفا راه هي كتكون واحد مكونات يعني غريبه وخطيره على جسم الانسان فعلا، لان نعم لان ما يمكنش واحد الانسان كيشوف دوك الوليدات ديالو صار عليهم على التربيه ديالهم ويكبروا باش يخدموا يلقاهم انهم اصبحوا يتعاطون هذه المواد الخطيره اللي ما تيعرفوهاش هما. وهذه يعني مناسبه ورساله للاعلام الرسمي، يعني باش نشوفوا مثل البرامج التحسيسيه التوعويه باش الوليدات هادو ما يبقاوش يعني يمشيو في الهويه، لانهم بحكم السن ديالهم ويعني وعدم التجربه فهناك يعني كيتعرضوا لمثل هذه الامور. هذه رسالتي هو الحيطه والحذر، ويحاولوا يبعدوا من الرفاقه ويحاولوا يقلبوا على اللي يليق بهم ويتعلموا صنعه. ماشي عيب لك تي كتقرا وتعلم واحد الحاجه اخرى، يعني المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الانسان ما خصوش يدمر نفسه بنفسه. فهذه رسالتي للشباب كلهم.